لقد رسمت مجموعة من منحنيات المعايير هنا لنرى إذا كان بالإمكان مراجعة كل شيء هنا ليكون لدينا فهم أكثر شمولية لتفسير هذه الأشياء. وأول شيء سنتحدث عنه هو أي من هذه هي معايرة أحماض في مقابل قواعد. كل شيء قمت به الآن هو الأحماض، لكن المنطق بالنسبة لمعايرة القاعد هو نفس الشيء كمعايرة الحمض. على سبيل المثال هذه معايرات حمض منخفضة، بدأنا مع رقم هيدروجيني في كل هذه المحاور هو البي اتش. كان يجب رسم هذا في وقت مبكر قبل أن أسأل السؤال، لكن أعتقد أنكم تعرفون هذا من قبل. حسنا، إذا قبل إضافة أي من هذه الكواشف في هذا التفاعل نبدأ مع بي اتش منخفضة. إذا هذه تمثل نقطة البداية، إذا لدينا بي اتش منخفضة هنا، لدينا بي اتش منخفضة هنا، إذا هذه من الواضح أنها أحماض. هنا نقطة البداية قبل أن نبدأ بالمعايرة كانت قيمة البي اتش عالية، إذا هذه قواعد. حسنا، سأكتب هذا في الأعلى بيس، هذه من الواضح أنها قواعد، ومن ثم معايرة القاعدة وهذه معايرة الحمض أسد. للآن لم نتناول القواعد، لكن هي نفس الفكرة بالضبط كما في معايرة الحمض، حيث نبدأ مع حمض ونضيف قاعدة قوية بحيث نزيل من الحمض حتى يتم إزالة كل الحمض ونصل إلى نقطة التكافؤ. وصلتكم فكرة أنه يجب أن يزال كل الحمض، والآن كلما أضفنا قاعدة قوية أكثر وأكثر سوف نجعل هذا المحلول قاعدي بشكل كبير. إذا في هذا المحلول نقطة التكافؤ هي هنا، وفي هذا نقطة التكافؤ هي هنا. هذه هي كمية المحلول التي كانت لدينا لإزالة كل الحمض هنا. بناء على ما نعلمه من قبل، أي واحد من هذا هو قوي وأيها ضعيف؟ حسنا، هنا عند إزالة كل الحمض سيكون لدينا محلول محايد تماما أو متعادل تماما، إذا هذا هو حمض قوي، لم يتبقى شيء، كل شيء تحول إلى ماء في حالته الطبيعية. بي اتش تساوي 7. ربما كان لدينا بعض القواعد المحايدة متبقية هناك، لكن بما أنه كان حمض قوي هذه القواعد المترافقة لن تفعل أي شيء، لا تضيف أي شيء للبي اتش، هي ليست قواعد بشكل حقيقي. الكلور في كلوريد الهيدروجين، أيون الكلور تعلمون لا يغير البي اتش، إذا هذا حمض قوي strong acid. وهذا عندما نصل إلى نقطة التكافؤ، عندما نستهلك كل الحمض في المحلول ومن ثم نصل إلى نقطة الانثناء هذه، حيث أي أو اتش مضاف كان هام في زيادة البي اتش، عندما نصل إلى تلك النقطة للتكافؤ فإن البي اتش سيصبح قاعدي. وهذا بسبب أنه لدينا كل هذه القاعدة المترافقة هنا، الحمض الضعيف ما يجعل المحلول قاعدي أكثر، إذا هذا حمض ضعيف weak acid. وفي كلا هاتين الحالتين كنا نزيد التركيز من الـ OH السالب، وربما بإضافة هيدروكسيد الصوديوم إلى المحلول أو بغيره. حسنا، القاعدة القوية. الآن في هذه الحالات نبدأ مع القاعدة ونضيف حمض قوي إليها. نبدأ مع أي قاعدة كانت، حيث نضيف كلوريد الهيدروجين، شيء ما سوف يزيل كل الـ OH. هنا نريد إزالة كل الـ OH ونقلل من تركيزه حتى درجة معينة، حيث الـ OH ما زال أو ممتص يكون كل القاعدة اختفت أو أغلبها قد اختفى. في هذه الحالة نحن في حالة محايدة تماما، متعادلة تماما، إذا عند امتصاص كل القاعدة نكون تماما محايدين، لا يوجد قواعد مترافقة متبقية. حسنا، إذا هذه قاعدة قوية strong base. وهنا في المعايرة نحن نزيد محلول الهيدروجين أو تركيز الهيدروجين لإزالة كل القاعدة. نفس الشيء هنا في الأسفل، نحن نزيل كل القاعدة. نبدأ من هنا، لكن هنا عند نقطة الانحناء تحدث هنا. حسنا، إذا لقد أزلنا كل القاعدة، لكن بعض من الحمض المترافق ما يزال هناك حتى بعدما أزلنا كل القاعدة. إذا ينتهي بنا الحال مع بي اتش سالبة بشكل طفيف عند نقطة التكافؤ، إذا هذه قاعدة ضعيفة. دعوني أكتب التفاعل الآن. حسنا، تذكروا القاعدة الضعيفة تبدو هكذا، ربما هي A سالب في توازن مع السهم الثاني، للتوازن يجب أن يكون حادا أيضا. حسنا، في توازن مع AH، مع AH، حيث ينتزع أيونات الهيدروجين من الماء المحيط، كل شيء في محلول مائي. إذا بعد إضافة الهيدروكلوريك إلى هذا، تذكروا الـ HCl ينفصل بشكل كامل إلى أيونات الهيدروجين وأيونات الكلور.
إذا أضفنا حمض الهيدروكلوريك إلى هذا، هذا الأيون سيمتص بشكل كامل هذا الأيون. إذا هنا نتابع إزالة الهيدروكسيد، تركيز الأو اتش سيقل أكثر وأكثر وأكثر. حسنا، وكلما نزيل هذا التفاعل يسير في هذا الاتجاه حسب مبدأ لشاتليرز، أكثر وأكثر من هذا سوف يحصل إلى هذا وهذا. حسنا، حتى درجة معينة سنكون بلا هذا وبلا هذا، الكثير المتبقي من هذا. إذا نقطة التكافؤ هي عندما نكون بلا هذه الأيونات، وعند إضافة المزيد من الهيدروجين نحصل على الحمضية بشكل سريع، لكن لدينا الكثير من الحمض حسنا المتوافق هنا في المحلول أصلا. إذا سيكون لدينا نقطة تكافؤ حمضية. الآن سأعطيكم مسألة فعلية حتى نتطرق لكل الأفكار، لأن كل شيء فعلته الآن كان مشوشا نوعا ما وبلا أرقام. سأرسم واحد، سأرسم حمض ضعيف، وسوف تميزونه لأنكم جيدون في هذا الآن، لكن سنتعامل مع أرقام حقيقية هنا. إذا لنقل أن درجة الحموضة بي اتش تساوي 7، سوف نقوم بمعايرة هذا، إنه يبدأ عند بي اتش منخفضة وهو حمض ضعيف. وعند معايرته فإن درجة الحموضة بي اتش سترتفع، ومن ثم نقطة التكافؤ، ويسير هكذا. نقطة التكافؤ هنا، ولنفرض أن الكاشف الذي لدينا أو الذي نضيفه هو هيدروكسيد الصوديوم. حسنا، ولنقل تركيزه يساوي 2 بالعشرة مولية. وهي هنا نقطة التكافؤ. كنت أستخدم أرقام تقريبية، سأستخدم 700 مللتر من هيدروكسيد الصوديوم، وهذا عند نقطة التكافؤ لدينا هنا. إذا السؤال الأول، ما هو تركيز الحمض الضعيف لدينا؟ إذا ماذا كان التركيز الأصلي من الحمض الضعيف؟ هذا مجرد رمز لعنصر ما. إذا كم يساوي التركيز الأصلي للحمض الضعيف؟ حسنا، كان يجب إضافة مولات كافية من الـ OH عند نقطة التكافؤ لإلغاء كل المولات من الحمض الضعيف أيا كان الهيدروجين الموجود هناك، لكن التركيز الرئيسي كان من الحمض الضعيف. 700 مللتر من الكاشف، يجب أن يكون لديها نفس عدد المولات للحمض الضعيف التي لدينا أو بدأنا بها. ونقول أن المحلول عند البداية كان بحجم 3 لتر على سبيل المثال. حسنا، لدينا 3 لتر قبل البدء بالمعايرة. من الواضح بينما نضيف كاشف أن نضيف بعض الحجم من المحلول، لكن لنقل في البداية أننا بدأنا مع 3 لتر. الآن كم عدد المولات التي قمنا بإزالتها؟ حسنا، أولا كم عدد أو اتش في 700 مللتر من المحلول، كم عدد مولاته؟ حسنا، نعلم أن لدينا 2 بالعشرة مول لكل لتر من الأو اتش. نعم، إذن 2 بالعشرة مول لكل لتر من الأو اتش. نعم، ضرب 7 بالعشرة، لأن 700 مللتر تساوي 7 بالعشرة. إذا كم عدد المولات التي لدينا المضافة إلى المحلول؟ 2 ضرب 7 يساوي 14 خلف الفاصلة. إذا 14%، إذا 700 مللتر من 2 بالعشرة مولية من هيدروكسيد الصوديوم تساوي، لدينا 700 مللتر منه أو 7 بالعشرة لتر، سيكون لدينا 14% مول من الـ OH التي وضعت في المحلول، الذي يعني أنها ألغيت تماما مع نفس عدد المولات من الحمض. حسنا، من الحمض الأصلي. إذا هذا يعني أن التركيز الأصلي من الحمض يساوي 14% مول. نعم، هذه هي عدد المولات التي كانت لدينا، ونعلم أن المحلول الأصلي قبل أن نبدأ المعايرة كان حجمه 3 لتر. تذكروا الأيونات تلغى مباشرة مع بعضها البعض، إذا لهذا أردت إيجاد عدد اللترات الفعلية أو أيونات الـ OH التي أضفتها. هذه تلغى مع نفس العدد بالضبط، مع من جزيئات الحمض الضعيف. إذا هذا عدد الذرات أو الجزيئات من الحمض الضعيف التي يجب أن نبدأ بها. إذا نقسم هذا على عدد اللترات، ومن ثم سيكون لدينا المولية الأصلية. إذا 14% تقسيم 3 يساوي 46 في الألف،
46 في الألف. إذا التركيز الابتدائي من الحمض هذا، الحمض الغامض، كان 46 في الألف مولية. هذا جيد. الآن السؤال الآخر هو: ما هي البي كي اي من الحمض الغامض؟ من الحمض الغامض البي كي اي كم؟ حسنا، فقط نسير لنصف نقطة التكافؤ. إذا حسنا، ماذا كانت درجة الحموضة من منحنى المعايرة؟ إذا عند النصف من نقطة التكافؤ كان لدينا إضافة بمقدار 350 مللتر من الكاشف من الـ NaOH، من الحمض القوي إلى المحلول. إذا نصل هنا ونقول حسنا، درجة pH هي 5، الـ pH تساوي 5. حسنا، ونعلم من الفيديو السابق أنه إذا أخذنا هذا النصف من نقطة التكافؤ فإن الـ pH تساوي الـ pKa. نعم، هذا في الفيديو السابق، اللوغاريتم السالب من ثابت التوازن. إذا هنا أوجدنا ثابت التوازن أيضا ويساوي 5. هذا المثال كان جيدا لتقريب المفاهيم لدينا. هنا أنا أريدكم كيف يمكن أخذ بعضا من الحمض الغامض أو القاعدة ونضيف حمض قوي أو قاعدة قوية إليه، ثم نرسم المنحنى، ومن ثم يمكن تحديده بدقة، تحديد بدقة بعض الخصائص لتركيز الحمض الأصلي أو القاعدة. وفقط إذا كنا نتعامل مع حمض ضعيف أو قاعدة ضعيفة يمكن إيجاد ثابت التوازن. من الواضح إذا أخذنا حمض قوي سنقول أن نقطة التكافؤ هي هنا. إذا لهذا هذه يجب أن تكون الـ pKa. لا يوجد ثابت توازن للحمض القوي، لا يوجد ثابت توازن للقاعدة القوية لأنهم ليسوا في حالة توازن، فهم ينفصلوا بشكل كامل. على أي حال، على أمل أنكم فهمتم فكرة المعايرة بشكل أفضل الآن.